قليل من البرد وبعض المطر، تلك تفاصيل يوم الدخول المدرسي. هؤلاء تلاميذ مدارس مقاطعة فيرفاكس التعليمية بولاية فيرجينيا الأمريكية يعودون إلى المدارس، ولكن أهم ما يميز المناسبة هذه السنة الجدل المحتدم حول المنظومة التربوية الأمريكية. هل يتوجب اعتماد آليات التقييم الوطني على أسس محلية أم فيدرالية أم بنسب متفاوتة؟ للرئيس أوباما رأي آخر يدخل ضمن حزمة إصلاحات، ولكن قبل ذلك أوباما يفاجئ الجميع بخطاب للتلاميذ، خطاب أثار جدلا كبيرا. أنا قلق متحمس لمصلحة أولادنا، أعتقد أنه شيء جيد. لا أفهم لماذا يرون فيه دوافع سياسية. إذا كان الحديث موجها للأطفال فإن ذلك أمر جيد. ليس هناك من ليس له علم بموضوع الخطاب الرئاسي الذي لا يعد تقليدا في الولايات المتحدة، فهو لم يحدث إلا 3 مرات، آخرها زمن الرئيس جورج بوش الأب. بالنسبة لمعارضي الخطاب فإن موقفهم أن المدرسة ليست للسياسة. لا أعتقد أنها فكرة سديدة، أعتقد أنه يجب الفصل بين الحكومة والمدرسة، ولا يجب أن تملي الحكومة ماذا على المدرسة أن تفعل. ومن بين أولياء التلاميذ من ليس له علم بخطاب الرئيس أوباما أصلا والجدل، ومع ذلك فهو موافق. فكرة الخطاب جيدة، أنا لم أسمع به لكنني أصف الأمر الجيد بالجيد. دفع الجدل بشأن كلمة الرئيس أوباما للتلاميذ بالكثيرين إلى توقع إحماء جبهة اجتماعية أخرى، هي جبهة الإصلاحات التعليمية إلى جانب جبهة التأمين الصحي، مع أن مستوى التعليم الأمريكي يعد من بين الأفضل عالمياً. 9 صباحا الجميع دخل الأقسام عند الأولياء أدراجهم، هناك إذن متسع للتحدث مع زوج وزوجة، ولكن لكل رأيه. لدي رأي مزيج، لا أعتقد أن المدرسة مكان ملائم للخطاب، ولكنني في الوقت ذاته لا يجب أن أحكم قبل سماع الخطاب. أنا أوافق الرئيس وأدعمه، هي فكرة جيدة وغير مسبوقة. خطاب الرئيس أوباما تم بثه في جميع مدارس الولايات المتحدة عبر الإنترنت انطلاقا من إحدى ثانويات ولاية فيرجينيا، وقد بدا أن كلمات الخطاب توجيهية ونصحية وتعبوية وليست سياسية. أشبه بالاستطلاع أجريته مع أولياء التلاميذ في يوم الدخول المدرسي، فتبين أن الأغلبية تقبل بأن يقوم الرئيس أوباما بمخاطبة التلاميذ الصغار. كل ذلك دليل على الرئيس أوباما بإمكانه أن يمر مباشرة إلى إصلاحات سياسية في القطاع التربوي مثل ما وعد خلال الحملة الانتخابية وما بعدها. خليل بن طويلة لليوم على الحرة، فيرجينيا.